طب خلاص دير 8 بليون بيبل دير 8.something billion around you know what is left of the world. But since we are all in a very big deep shit صراحة, and since the leaders that we elected هيك بدون ما ننتبه يعني أو فاسون عرفتي ايه أنا أنت ما كتير دققت بالفورين بوليسي طبعا أصلا مصريات البلد رح يكونوا لقليك أو رح يستعملوا أشتين لا أنا بستعملوا أشتين خلاص أنه very wide very clean هيك انتخبوا they didn't even stop a genocide. إيه أنه هن شافوا شو عم بيصير قالوا let's talk about it ايه. عرفتي while others die let's even في منهم قالوا let's fund but we are left with nothing but to speak يعني هيدا البعد عنا شيء الوحيد نعمله فتيئة to the leaders of the US إليه. طب how can we believe that all humans are created free and equal with the equal rights وهي انه carpet bombing a whole city يعني وانتو endorsing مثلا انه how are we discussing which children ايه يعني deserve to exist and which children don't deserve to exist. Hey. يعني من امتى we rate children a petit deux. A petit deux انه EU where are you يعني EU who يعني EU who حبيته عرفتي انه human rights watch شو يعني انه مدورين نتفليكس يعني شو كنت عم تروح تعمل بالشغل كل يوم تلبس البدلة وتروح شو تعمل انه مثلا stop genocide بده يبعث فيها ايميل مثلا هو بيروكراسي يعني ايه انه some things are a bit more urgent and thirdly يعني ايه petit trois to our fellow Arabs يعني. good to mention ايه جرستونا خيي خلص يعني عرفت نازل تطلع فيهم لهالبنايات longest biggest tower ما بعرف شو عم بتعملوا يعني why are you always late يعني we don't mind مثلاً Arabs to the moon آخر شيء فيك تحكي بالعربي ايه دخلك ايه يعني ما عندنا مشكلة نحن نوصل بالآخر على قصص تانية بس انه هالشغلة ما عم بتصير يعني بين العرب ايه عم اجتمعتوا سنة الجاي يعني قاعد ليل نهار تعمل بعلاقات وتسلي مع عالم يعني المساعدات بتجنن بس اكتر شيء فيكم تساعدوا فيه هو انه تعملون هو خلص وقفوا كل شيء هلأ انه ما تحط على ضميرك انه في شعب كامله بيحكي لخطك يا خيي بدون يمحوه عن وجه الأرض وانت انه hold that thought I will be right back next week ايه خلص يعني هي نادين بدنا نقول لهم لل 8 بليون اوكي ايه انه let's keep talking about it let's keep talking about it stop the genocide remember humanity